السلام عليكم. النهاردة هنكمل الجزء التاني من المنهج بتاع السيرفس اللي احنا بنتكلم فيه على حاجة اسمها الأدسوربشن. ايه هي الأدسوربشن؟ دي الفرق بين في كلمة معروفة بالنسبة لنا اللي هي أب زوربشن، وفي كلمة دي جديدة عليكم اسمها أد زوربشن. الفرق ما بين الاتنين حرف البي وحرف الدي. طيب ازاي؟ قال لك الابزوربشن يعني مادة بتدخل على مادة تانية بس بتدخل جوه البلك بتاعها، مادة بتدخل على مادة تانية بس بتدخل جوه البلك بتاعها. يبقى أنا دلوقتي لو عندي أدي مادة زي الإسبونج الإسفنجة، وجيت دلوقتي حطيت مية، المية هتقف على السطح ولا هتدخل جوه البلك بتاعها؟ يعني المية هتبقى فين؟ هو ده الفرق، ده اللي أنا عاوزك تفهموه. انا دلوقتي عندي هي الميه هتبقى هنا في البلك في النص ولا هتبقى على السيرفس من فوق؟ لو الماده اللي انت عملت لها عمليه الامتصاص دي جت في البلك جوه، يبقى العمليه دي بنسميها ابزوربش. لو الماده دي استقرت على السطح، استقرت فقط على السطح، يبقى العمليه دي بنسميها ادزوربش. يبقى الابزوربشن والادزوربشن الفرق ما بينهم، واحد بيتم على في البلك وواحد بيتم على مين؟ على السيرفس. ده الفرق ما بين الاثنين. البلك يبقى ادزوربش، ابزوربش اللي جاي من البي، السيرفس يبقى ادزوربش. تمام. ده بالظبط الفرق، بس بشكل كاريكاتيري شويه، الفرق ما بين عمليه الادزوربشن والابزوربش. لو حضرتك خدت الكيكه دي وحطيتها في بطنك يبقى ده اسمه ابزوربشن لانها دخلت البلك. لو الكيكه دي لبست في وشك ووقفت على وشك بالمنظر ده يبقى العمليه دي اسمها ادزوربشن. يبقى الادزوربشن ده احنا بنتكلم فيه على عمليه السطوح، هو بيتكلم على عمليه السطوح. تمام. ايه هو بقى تعريف الادزوربشن؟ قال لك هي بروسيس الملكيول بتاعنا بيفلاي او لاند، بيلاند على الماتيريال. يعني انا عندي ماتيريال، انا عندي مولكيول هيلاند اهو على السيرفيس بتاعي، يجي يستقر هنا على السطح بتاعنا ده، يبقى العمليه دي اسمها ادزوربش. طيب العمليه الثانيه قال لك عمليه بنسميها ديسوربشن. ايه هي؟ هي ريفرس بروسيس بتاعت الادزورب، يبقى هي تفلاي او سكيب، الماده اللي كانت على السطح هيحصل لها اسكيب. يبقى لو لاند يبقى ادزوربشن، لو سكيب يبقى ديسوربشن. طيب بيقول لك الادزوربشن اوف جاس بيعتمد على النيتشر اوف سوليد ادزوربت مولكيول التمبريتشر البريشر. خليها نتكلم عليها قدام. المولكيول كان اتاتش تو سيرفيس انتو تو ديفرنت واي، ممكن يحصل اتاتشمنت. يعني ايه اتاتشمنت؟ ممكن يحصل ادزوربشن بطريقتين. الطريقه الاولى فيزو، يعني جايه من فيزيكال ادزوربشن، والكيموسوربشن اللي هي الكيميكال ادزوربشن. يبقى انا عندي طريقتين لعمليه الامتزاز على سطح الماده، الفيزوسوربشن. ونتكلم هنا على موضوع مجموعه من التعريفات. في عندنا حاجة اسمها الأدزوربشن بروسيس، هي عملية اللي هي الفلاي واللاند اتكلمنا عنها. طيب في مادتين، في مادة هنا اللي هي السطح وفي مادة اللي هي فوق اللي احنا هتحصل لها فلاي أو لاندنج أو. دي اسمها إيه ودي اسمها إيه؟ قال لك المادة اللي هي الأدزوربنت هي اللي بنسميها برضو السبستريت، هي المادة اللي بتستقبل المادة اللي بيحصل لها امتزاز. طب الادزوربيت قال لك هي الجاز او الليكويد مولكيول اللي هيحصل له امتزاز على السطح الصلب، يبقى دي ادزوربيت بيت. ماشي، دي ادزوربانت. تمام، يبقى انا دي الادزوربانت ودي اللي بنسميها الادزوربيت. تمام. لا كل الادزوربانت شبه بعضها؟ قال لك لا، في بعض المواد بيكون المادة بتمتز على السطح بالمنظر ده، وفي بعض المواد اللي هي الادزوربانت دي، يعني اللي هي المواد الصلبة دي، ممكن تكون فيها بوز بالمنظر ده، وممكن يكون السطح مختلف شوية تمام بالمنظر ده، فتيجي المادة يحصل لها ادزوربشن هنا او هنا او هنا او هنا. فهي بتعتمد على نوع المادة، كل نوع مادة ليها سطح مختلف. طيب ناخد امثلة لموضوع الادزوربشن شوية، او الاول نتكلم على الديجري اوف ادزوربشن بتعتمد على ايه. الديجري اوف ادزوربشن بتعتمد طبعا اكيد على الادزوربان
والادزوربيت يعني طبيعة المادة. والله لو انا عندي مادة بالمنظر ده، غير لما يكون عندي مساحتها زي دي، يبقى هي بتعتمد على الاريا. الاريا دي يبقى هي مين؟ الادزوربانت. ما هو الادزوربانت ده اللي هو المادة دي اللي هي السوليد سيرفيس. والله الاريا بتاعتنا بتتحكم في العملية. والله لو الاريا كبيرة يبقى هتاخد كمية مواد كبيرة، لو الاريا صغيرة تاخد كمية مواد صغيرة. تعتمد برضو على الادزوربيت، هو مادة كبيرة فياخد منها ثلاثة مثلا على السطح ده، ولا مادة صغيرة فممكن تاخد كمية أكبر. يبقى إذا عملية الأدزوربشن بتعتمد على النيتشر بتاع الأدزوربت، وبتعتمد على النيتشر بتاع الأدزوربين. التمبريتشر بتأثر تأثير عكسي على الأدزوربشن، ودي هنتكلم عليها قدام شوية. يعني إيه بتأثر تأثير عكسي؟ كلما زاد الأدزوربشن كلما زادت التمبريتشر قل الأدزوربشن. يعني لو انت عندك ماده حصل لها ادزوربشن على سطح ماده تانية، او حصل لها امتزاز على سطح ماده تانية، لو رفعت انت درجه الحراره الماده تطير تطلع من على السطح بتاعها. طيب ايه تاني؟ البريشر. لا البريشر بيتناسب طردي. يعني ايه؟ كل ما تزود الضغط كل ما تزود الادزوربشن. ليه؟ لو انا عندي السطح وعندي جزيئات غاز في الهواء، لو انا ابلاي بريشر ايه اللي هيحصل؟ هيزق الجزيئات دي على السيرفيس، يبقى بيزود عمليه الادزوربشن. طب الكونسنتريشن؟ قال لك ما انت لو عندك جزيئات كتيره جدا 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 هتزود عمليه الادزوربشن، لما هتزود الفرصه بتاعه ارتباط الماده دي على السطح. طب السيرفيس اريا هي فكره الادزوربان. السيرفيس اريا لو كبيره زي دي يبقى اذا الادزوربشن هيبقى عالي، لو السيرفيس اريا قليله يبقى الادزوربشن هيبقى. يبقى ناخد شويه امثله على الادزوربشن والكلام ده كله او الادزوربان. زي ايه؟ قال لك في مواد كتيره ممكن تعمل بيها ادزوربشن وتبقى مهمه جدا في عمليه الادزوربشن. قال لك المواد الكريستالاين او الامورفوس، مش لازم تعرفوا الفرق ما بينهم، بس هي الماده اللي ليها شكل اللي هو اليونت سيل. يعني ماده مثلا موجوده عندك، ماده صلبه بالمنظر دوت ملهاش شكل معين، وفي مواد بيكون لها شكل معين زي الصوديوم كلورايد بيبقى كيوبيك، دي بنقدر نقول عليها اللي هي كريستالاين، دي بنقول عليها امورفوس. الماده هيدروفوبيك ولا هيدروفيلك، محبه للماء ولا كارهه للماء. السيرفس اريا بتاعتنا بتميز البور سايز. ما هو لو انت عندك سطح زي ده، لو جيت بالميكروسكوب هتلاقي السطح ده بالمنظر ده، ممكن تبقى البور كبيره بالمنظر ده، وممكن تبقى البور صغيره بالمنظر ده. يبقى اذا لو انت عندك، خد بالك من الارقام دي، لو الريديوس بتاع البور اللي موجود عندنا ده اقل من 2 نانومتر بنسميها مايكرو بور، لو من 2 ل 50 بنسميها ميزو بور، لو اكبر من 50 بنسميها ماكرو بور. البور شيب ممكن تبقى سليت شانل كيفيتيز كيج، يعني ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده وممكن تبقى كده وممكن تبقى كده الريجولار، ممكن حاجات كتيره جدا. كل ده برضه بيأثر على عمليه الادزوربشن، ازاي الادزوربشن هيتم في الحاله دي. أمثلة السيليكا. السيليكا مشهورة جدا، وهتلاقوها عامة أشهر حاجة لو بتشتروا شوز جديد أو بتشتروا شنطة جديدة، هتلاقي في كيس أبيض كده في جوه الشنطة، ده بنستخدمه عشان نعمل إيه؟ امتزاز لأي روايح ولا أي حاجة من كتر من التخزين بتاعها، ودي الخواص بتاعتها مش مهمة، لكن أنا عاوز أعرف تعرف بس إن السيليكا جيل أحد أنواع الأدزوربان. في عندنا كمان اكتيفيتي الكربون، الشاركول الكربون ده مشهور جدا في حلل الطبيخ بتاعت الزيت، هتلاقي الكفر بتاع علبه الزيت فيه على طول اكتيفيتي الكربون عشان يعمل امتزاز لجزيئات الاويل بدل ما تطلع عندك وتبهدل الدنيا. وممكن برضه لو انت بصيت عندك هتلاقي في الثلاجه والدتك بتحط حته فحم موجوده في الثلاجه، ليه الفحم دوت؟ عشان يشيل الريحه. في ناس بتحط الفحم مع التوم عشان يشيل الريحه وما يخليهاش تطلع. فالاكتيفيتي الكربون المواد المشهور. واكتر حاجه ليه كمان فلتر الميه اللي عندك في البيت، فلتر الميه اللي عندك في البيت اساسي في مرحله ستيج من المراحل عباره عن اكتيفيتد كربون. ماده كيميكال شويه مخلقه اسمها الزيولايت، دي ماده وبرضه موجوده ساعات في الطبيعه، دي ماده بتبقى كريستالاين وليها مساحه سيرفيس عاليه. المهم في عندي زيولايت سيليكا وفي عندي. نيجي بقى نتكلم على الادزوربشن. طب هو الادزوربشن بيتم ازاي؟ قال لك الادزوربشن بتاعنا دون بيتم بطريقتين، يا اما فيزيكال يا اما كيميكال. الفيزيكال ده بيقول لك بيكون عن طريق قوى فاندنفيل. كيميكال يعني واضحه اللي هو بيتم عن طريق مين؟ التفاعلات الكيميائيه. تعال ندرس الاول التيبل ده، عاوزك تقول لي توقعاتك هنا ممكن تبقى ازاي. يعني لو انا عندي مقارنه ما بين فيزيكال وكيميكال ادزوربشن، لو اتكلمنا على الفورس هنا فاندنفيل فورس، هنا كيميكال رياكشن، يبقى هنا قوه ضعيفه هنا قوه قوية جدا. تعالى بقى نتكلم على الادزوربشن لير. الادزوربشن لير بتاعتك هتبقى عاملة ازاي؟ بيقول لك دلوقتي لو كيميكال انا عندي سطح كده
وعندي مادة هتنزل ترتبط هنا، هي هتنزل تتفاعل كيميائيا صح؟ يبقى هي هتتفاعل هنا وتتفاعل هنا وتتفاعل هنا وهنا 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 وهنا. هل ينفع مادة تانية تيجي تتفاعل فوقها هنا؟ لا طبعا، لأن التفاعل الكيميائي هيتم ما بين المادة بتاعتي دي والسطح ده. يبقى إذا هنا ما بيتكونش غير مونو لاير. طب هنا فيزيكال، والله ده بيتوصوا فوق بعض كده، يفضلوا يقفوا فوق بعض، اصل هي قوه ضعيفه، قوه فان دي فان، الكتروستاتيك اتراكشن، يفضلوا يبقى هنا ممكن يكون مالتي لاير. بالتالي الادسوربشن هيت هنا هتكون عاليه، هنا الادسوربشن هيت هتكون قليله. طب يعني ايه السلكتيفيتي؟ هو اي حاجه، اي مركب من ده يقدر يتفاعل مع السطح؟ اكيد لا، لان هو كيميكال رياكشن، اذا هو بيختار مين اللي يحصل ادسوربشن عليه. طب الفيزيكال ده بيلزق بس شويه كده، يلزقوا فوق بعض، فالفيزيكال ادسوربشن نون سيلكتيف، الكيميكال ادسوربشن سيلكتيف. طب الريفرسابيلتي يعني ايه؟ الادسوربشن والديسوربشن، هي الماده لو اتفاعلت كيميائيا ينفع تطير تاني؟ مش هتطير، يبقى ده اير ريفرسابل. طب بالنسبه للفيزيكال، ما هي ممكن لو انت طبقت اي قوه تشيلها، لو حطيت اي قوه تحطها، يبقى هنا الماده دي ريفرسبل. الاكوليبريم، مين فيهم اللي هيوصل للاكوليبريم اسرع فيهم؟ اللي هيوصل للاكوليبريم اسرع اللي هو القوه بتاعته ضعيفه، الفيزيكال ادسوربشن. طب الادسوربشن ريت اكيد ده هيكون سريع وده هيكون اقل. ده كل دون سريع. طب تعالى بقى نبص هنا على الموضوع. هنا الفورس بتاعتنا هي فان دير فال، هنا كيميكال بوند، هنا هيكون مونو لاير فقط، ما ينفعش يكون مالتي لاير لان التفاعل الكيميائي مش هيتم على الطبقه بتاعت الادسوربين، لكن هنا هيكون مالتي لاير. الادسوربشن هيت هتكون هنا قليله، لكن هنا ده كيميكال رياكشن يبقى عاليه. احفظ الارقام دي واحفظها، تمام، احفظها بالرينج بتاعها من 5 ل 40 وهنا 40 ل 800. السلكتيفيتي ده نون سلكتيف لان ده ادسوربشن، لكن ده وان كيميكال يبقى لازم يختار الماده اللي ايه هيتفاعل معاه. الريفرسابيلتي، الريفرسابيلتي طبعا دون هيبقى ريفرسابل، ده مش هيبقى ريفرسابل ليه؟ لان في تفاعل كيميائي تم، لازم تكسر البوند تاني عشان ترجعه. طب الايكوليبريم ده سهل جدا الوصول ليه، ده صعب جدا الوصول ليه لانه تفاعل كيميائي محتاج طاقه عشان يتم. الادسوربشن ريت هنا بيكون سريع طبعا لان معدل، ما فيش تفاعل كيميائي، هو مجرد ما يقرب من السطح حصل ادسوربشن، لكن هنا لا، لازم التفاعل الكيميائي يتم، يبقى انا محتاج اكتيفيشن انرجي، محتاج اكسر الروابط، محتاج اكون روابط وهكذا. الهيت اوف ادسوربشن، ايه هو الهيت اوف ادسوربشن؟ هي كميه الطاقه الحراريه، كميه الحراره اللي بتطلع او بتدخل اثناء عمليه الادسوربشن. طيب كان في قانون مهم جدا من الثيرموداينامك بيقول لك ان الدلتا جي بتساوي الدلتا اتش ناقص التي دلتا اس. أهمية القانون دي كانت راجعة بتقول لك القانون ده هو اللي بيحدد لأي تفاعل في الدنيا هل هو هيتم ولا لأ، إزاي؟ قال لك هي الدلتا جي اللي هي جبس لو نيجاتيف، لو فاكرين، بتخلي العملية سبونتينوس، يعني العملية بتتم. لو حسبتها وطلعت بوزيتيف، إذا العملية يستحيل تتم. طيب عملية الأدسوربشن في الطبيعة أصلاً بتتم ولا لأ؟ بتتم، يبقى إذا إشارة الدلتا جي هنا هي إشارة سالبة. سيبك من الدلتا اتش دي اللي احنا محتاجين نعينها. طب الانتروبي، الانتروبي فاكرين اللي هي ايه؟ العشوائيه، العشوائيه النظام. طيب انا لو عندي جزيئات كده في موجوده في السطح من فوق، الجزيئات اللي موجوده عندنا دي هل العشوائيه بتاعتها كبيره ولا لا؟ طول ما هي موجوده في الهواء فهي بتطير وبتعمل كوليجن وي والكلام ده كله، اذا العشوائيه بتاعتنا هنا اعلى حاجه. طب لو حصل لها لاندنج يبقى هنا جت واتربطت على السطح بتاعنا ده، بقت فيكسد هنا. ايه اخبار العشوائيه؟ طبعا العشوائيه قلت جدا لان دلوقتي ما عادش فيه قدره على التحرك، يبقى اذا الدلتا اس في الحاله دي لازم بتقل، يبقى اذا الدلتا اس سالبه، سالب في سالب بموجب، مظبوط، سالب في سالب بموجب، الموجب لما يروح الناحيه الثانيه هيبقى سالب، يبقى اذا السالب والسالب جمع بعض، ما انت هتجمع الدلتا جي هتبقى الدلتا جي وهي اوريدي بالسالب، وجنبها الدلتا اس لما تروح الناحيه الثانيه هتبقى بالسالب، سالب وسالب قيمتهم سالب مش ضربهم، جمع سالب 5 وسالب 10 يبقى سالب 15، تمام. يبقى اذا قيمه الدلتا اس اتش دي اللي هي الهيت اوف ادسوربشن لازم تطلع قيمه سالب، لان هي محصله جمع الدلتا جي اللي بالسالب والتي دلتا اس اللي هي بالسالب. يعني كده الدلتا اتش لما تبقى سالبه يبقى التفاعل اكسوثيرميك، التفاعل طارد للحراره.
وده بيفسر ليه لما التفاعل طارد للحرارة إن العملية بتاعة الأدزوربشن بتبقى عملية بتقل مع درجة الحرارة، كل ما تزود درجة الحرارة كل ما يقل الأدزوربشن. إزاي؟ تعالى ناخد عملية الأدزوربشن، ده السبستريت الأدزوربنت وده الأدزوربيت. فاكرينهم؟ الأدزوربنت المادة بتاع الجزيئات الغاز اللي هتمتز اللي هي الأدزوربيت، وده السطح الصلب بتاعنا اللي هيمتز عليه. لو حصل ادزوربشن يبقى الماده دي عاملها زي معادله كيميائيه، دي اللي هي مين؟ الادزوربيت، ودي اللي هي مين؟ ادزوربنت. تمام، ده بقى حاصل الجمع. لو اكس سيرميك يبقى التفاعل ده هيولد حراره، ادي حراره طلعت هنا. تبع قاعده لشاتيليه بتقول لك ايه؟ فاكرينها؟ اذا اثر مؤثر خارجي اللي هو درجه الحراره على نظام متزن فإن النظام يسير في الاتجاه الذي يلغي أو يقلل من هذا التأثير. طب أنا زودت درجة الحرارة، إيه اللي هيحصل؟ السيستم هيمشي في الاتجاه اللي يقلل دي، يقلل درجة الحرارة، يبقى هيمشي في الاتجاه ده، يبقى كل ما تزود درجة الحرارة هيحصل تفكك، مش هيحصل تكوين. طب أنا لو قللت درجة الحرارة سحبتها بردت، يبقى إيه اللي هيحصل؟ التفاعل هيمشي في الاتجاه اللي يزود الحرارة. يبقى هنا ده اتجاه زائد تي، ده اتجاه ناقص تي، انا هنا قللت هنا زودت. عشان كده بنقول على عمليه الادزوربشن هي عمليه ايه؟ اكسوثيرميك، وهي عمليه عكسيه. طيب في معادله بتربط ما بين كميه الكونسنتريشن بتاع الغاز الممتز مع درجه الحراره مع الهيت اوف ادزوربشن. سيبك من المعادله دي، تعالى ناخد المعادله اللي هي بنسميها فانت هوف ايزو سير. فانت هوف ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك لو انت عندك غازين وكل ضغط فيهم انت عارفه ودرجه يعني ايه؟ لو انت عندك اكسجين تركيزه او ضغطه 700، ال 700 الضغط بتاعه ده عند درجه حراره 25، طب ولو كان عند 800 درجة الحرارة بتاعته 35، من هنا أقدر أعين الهيت أوف أدزوربشن بتاعتي الدلتا اتش بسيطة، البي 800 بي 2 والبي 1 700 والتي 2 35 زائد 273، ما تنساش لأن لازم تتعمل بالكلفة، والتي 1 25 زائد 273، ما تنساش. نقدر نطلع من هنا الدلتا اتش، طب ممكن يديك اصلا الدلتا اتش ويسيب واحده من التي مش معروف فتطلع، او يديك واحده من البي وما يديكش الباقي. يبقى اذا المعادله دي اقدر اعين بيها الهيت اوف ادزوربشن او اعين التمبرتشر او البريشر. ايه هي الابلكيشن؟ الابلكيشن بتاعتنا عمليات البيوريفيكيشن، التنقيه بتاعت الامبيوتز من الميه او من الغازات، الدي بوليوشن او الدي كلرنج، بعض المكان بتبقى ملونه انا اقدر اعمل ابتزاز للون ده على سطح ماده صلبه. ممكن تعمل حاجه اسمها سولفنت ريكفري، يعني لو انت عندك ماده سولفنت مثلا زي الايثانول مش نظيف ممكن تبدا بعمليه الادزوربشن عشان يمتز المواد. الاشهر حاجه الملوكلاوسي في الاكتف كربون السيليكا جل وكده. يبقى احنا خلصنا نص الادزوربشن، وان شاء الله المره الجايه نكمل الباقي. يلا سلام عليكم.